جنيه تتآكل قيمته وشح في الدولار، معدلات تضخم قياسية ونقص في التمويل، ديون متزايدة وتخفيضات متتالية في التصنيف الائتماني، وقرض من صندوق النقد لم يتضح له مصير حتى الآن. هذه هي الصورة الاقتصادية في مصر، ولا تزال هناك تفاصيل كثيرة أخرى ترسم ملامح الأزمة. نستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي ومسارها المتوقع للفترة المقبلة، والبداية من السؤال الأهم الذي يشغل الشارع المصري: متى يأتي موعد التعويم التالي؟ ستاندرد تشارترد يتوقع إحجام السلطات مؤقتا عن إجراء أي تعديلات متعلقة بسعر الصرف، وخفض توقعاته لقيمة العملة بنهاية العام إلى 31 جنيها للدولار مقابل 36 كانت متوقعة سابقا، وذلك مع إبقاء الباب مفتوحا أمام احتمالية التعويم خلال الفترة المقبلة. أما مورغان ستانلي فيعتبر تخفيض قيمة العملة أمر لا مفر منه، إلا أن توقيت هذه الخطوة يبقى غير مؤكد. ومع ذلك فإن أي تعديل لسعر الصرف سيعتمد على موعد تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد بحسب البنك، سواء من صندوق النقد أو عبر بيع أصول حكومية أو من خلال ودائع جديدة، وبالأخذ بعين الاعتبار المراجعات المعلقة مع الصندوق ومدفوعات الديون الخارجية المقبلة، قد يأتي التعويم في الربع الأول من 2024 وفقا للبنك. من المرجح أن يلحق هذا التعديل مزيد من التجديد النقدي من قبل المركز المصري وفقا لمورغان ستانلي، الذي يتوقع زيادات في الفائدة قدرها 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024 لدعم قيمة الجنيه وكبح ضغوط التضخم. أما ستاندرد تشارترد فاستبعد أن يلجأ المركزي إلى أي زيادات لما تبقى من هذا العام، قائلا إن استجابة السلطات للارتفاعات المستمرة في أسعار الغذاء باتت مركزة أكثر في التدابير المالية بدلا من التجديد النقدي. ولهذا السبب خفض ستاندرد تشارترد توقعاته لمعدل الفائدة بنهاية العام إلى 19.25% من 21.25% سابقا. أما بالنسبة للتضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في المدن المصرية عند 38% خلال سبتمبر، فيتوقع مورغان ستانلي المزيد من الارتفاعات بعد تعويم الجنيه، إلا أن ضغوط الأسعار قد خفت وطأتها على أساس سنوي نظرا للمستويات المرتفعة التي سيقارن بها التضخم خلال نفس الفترة من العام الماضي. إلى ذلك البنك يتوقع وصول التضخم إلى 25.4% في ديسمبر 2024، انخفاضا من 34.3% نهاية العام الحالي، ليبقى في كل الأحوال فوق مستهدف المركزي والبالغ من 7 إلى 9%. كيف تضغط أزمة الدولار في مصر على مختلف المجالات بما في ذلك القطاع الصناعي وحاجة البلاد من الطاقة؟ وكيف انعكست قيود البنك المركزي على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج على أعمال شركات السياحة؟ نتابع المزيد في هذا السياق. إحنا استهلاكنا في السنة حوالي يقترب من 80 مليون طن من المنتجات البترولية. 60% من هذا الاستهلاك بالغاز، وده من فضل الله، لانه لو غير كده، لو النسبه غير كده كانت هتبقى المشكله كبيره في المواد البتروليه. ومع هذا نرصد ما يزيد عن 70 مليار جنيه لدعم باقي المواد البتروليه ولا يكفي في نهايه العام نتيجه ضغط حاجتين: سعر صرف الدولار وتغيير اسعار النفط الخام. السولار احنا كنا الاول لغايه سنه 2018 19 كان استيرادنا من السولار تقريبا 50% من الاستهلاك المحلي، كل لتر سولار فيه نص لتر مستورد. ده مع تغير اسعار الصرف ومع ارتفاع برنت بترتفع اسعاره. النهارده الحمد لله الرقم ده قل، بقى في حدود 25%، ومرجح انه بنهايه 24 يتم الاستغناء تماما عن السولار المستورد عن طريق حاجتين. الحاجه الاولانيه انه احنا بنجيب اما بترول خام من الخارج ونكرره عشان نعظم قصة الانتاج المحلي من السولار، او بدينا نعمل تطوير في تكنولوجيات تغيير تشغيل معامل التكرير علشان تكسير المنتجات التقيلة ونخرج منها بمنتجات خفيفة، ومينلي بيبقى السولار. انا باني الموازنة على 80 دولار، كل دولار فوق ال 80
نتيجة الباسكت اللي احنا عاملينها دي بتضفي عبء إضافي على الميزانية 8 إلى 10 مليار جنيه. يعني بعيدا عن سعر الصرف في السوق الحرة، انت بتتكلم على سعر الصرف الرسمي اللي هو اللي انت بتتعامل فيه مع المنتجات البترولية أو مع الاستيراد الاستيراد العام اللي هو جاي عن طريق الدولة يعني. فالأمرين دول ضاغطين جدا، ولهذا بنجد أنه هناك خطورة اقتصادية بالغة مما تفعله بعض الدول اللي حوالينا في محاولة الضغط علينا سياسيا من تغيير التصنيف الائتماني أو تغيير سعر الفايدة المركزي في الأمريك في البنك الأمريكي. لأنه تغيير سعر الفايدة في البنك الفيدرالي الأمريكي ده بيعقبه زيادة كبيرة جدا على أسعار الفايدة في مصر، ومن ثم الإقساط والديون. أنا أعتقد المشكلة دي هتفضل مكملة معنا شوية، لكن ابتدت الحلول. ابتدين مثلا مبقاش في تكدس البضائع دلوقتي في المواني، الحياة بقت كل البضائع بتخرج وابتدت معظم المصانع تشتغل، لكن ما زالت هناك مشكلة. مطلوب عدد من الإجراءات التانية، إن احنا نبقى عارفين إن أهم حاجة نوفرها هي مستلزمات الإنتاج والمصانع، لأن الصناعة أنا دايما بقول هي قطر التنمية الحقيقي. فلو فعلا وصلنا إن احنا نحقق 100 مليار دولار صادرات اللي احنا ما قدرناش نحققهم، ده لازم يكون هدف استراتيجي نشتغل عليه ونشتغل عليه بقوة. نستطيع ان احنا نقول ان السوق المصري في شراء التذاكر اونلاين تأثر بالغ بسبب تعليمات البنك المركزي بخصوص الحدود الائتمانية للديبت كارد والكريدت كاردز. اعتقد هناك تعظيم لدور الشريك السياحي وهو شركات السياحة، بعد ما كان سياحة الاونلاين او شراء التذاكر اونلاين كانت بتأخذ جزء كبير من مدخلات الارباح لشركات السياحة، اصبح اعتماد المسافرين الى حد كبير على شركات السياحة اكثر منه الاعتماد على الاونلاين. أرحب بضيفي من القاهرة هاني توفيق رئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية سابقا، وأرحب بضيفي من الكويت رافائيل برتوني رئيس أسواق الدين ومدير محافظ أول في غلف انفستمنت كوربوريشن. دعوني أبدأ مع سيد هاني وأسألك بداية، برأيك بالنظر إلى ما استمعنا إليه، بالنظر إلى كل هذه المشكلة التي نراها أمامنا، الوضع الاقتصادي الراهن في مصر إلى أي درجة المشكلة كبيرة وتتفاقم؟ بشكركم على استضافتي. المشكلة موجودة وحتتفاقم وستظل تتفاقم طول ما احنا بنتكلم زي الضيوف اللي سبقوني على سعر البترول أو سعر السياحة أو سعر الدولار كام في مصر. سعر الدولار ده منتج سنوي، ده باي برودكت. أهم حاجة عندي أنه يكون في إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري. إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري بيتضمن ثلاث حاجات. أول حاجة مد أجال الديون بتاعتنا اللي هي 160 مليار دولار، بدل ما هي كلها مستحقة في الثلاث أربع سنين اللي جايين وعاملة ضغط علينا، عن مدها على 40-50 سنة بصندوق مستقل بتقول إليه إيرادات الدولة السيادية الدولارية كلها، وهو اللي بيصدر سندات طويلة الأجل تخفف الضغط اللي موجود دلوقتي، نسدد اللي علينا ويبقى محافظ البنك المركزي عنده نفس يقدر يتحكم فيه في تعويم مضار لسعر الصرف. فده أول حاجة. تاني حاجة جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة البيروقراطية بعض الفساد اللي موجود في جهات الولاية، تعدد جهات الولاية على المستثمرين الأجانب. دي نمرة اثنين. يسبق الاثنين دول أهم حاجة، وهي إعلان واضح لانسحاب الدولة من المنافسة في النشاط الاقتصادي بالكامل. أما فيما عدا ذلك فكل دي رتوش وتبقى حلول ترقيعية. طيب، ما دمت تحدثت عن الحلول الترقيعية، لنذهب إلى ضيفنا من الكويت رافائيل. هل برأيك أن الحلول التي تتخذها اليوم الحكومة المصرية هي حلول ترقيعية، وهناك حلول كما كالحلول التي ذكرها الأستاذ هاني هي حلول واقعية وأسرع ويمكن أن نرى منها نتيجة أكبر؟
أسعد الله مساءكم وشكرا على استضافتي. بالتأكيد ما ذكره السيد هاني أمور أساسية وحاسمة، وبرأيي هنالك الكثير مما تم من قبل الحكومة المصرية هذه السنة، هنالك الكثير مع ذلك من التحديات، وما زال هنالك المزيد مما يجب القيام به بالرغم من تحسين ميزان المدفوعات وأيضا بذل الجهود ضمن ما تواجهه مصر من صعوبات. يمكن أن أضيف بأن ميزان المدفوعات لهذه السنة كان أفضل مما كان عليه توقعات صندوق النقد الدولي في بداية السنة، وطبعا هذه إشارة إلى أن هنالك بعض إصلاحات قد بدأت تؤتي أكلها في البلد وتظهر ثمارها. هنالك المزيد مما يجب. ولكن هل هي كافية؟ لا أعتقد بأنها كافية، نحن بحاجة للمزيد، ولكنها إشارة جيدة أننا نرى بعض التحسن للتو، وبالتأكيد نحن بحاجة لما هو أكثر بكثير حتى في جانب التضخم، فالسنة القادمة سيكون تضخم على ما أعتقد أقل من هذه السنة إلى حد كبير، ولكن من منظور المستثمرين تعويم العملة بشكل حر سيكون أكبر تحدي للسنة القادمة. في هذا المجال أعود إلى السيد هاني، تعويم العملة بشكل كامل سيكون تحدي أمام الاقتصاد، ولكن هل يمكن أن يقلل من وطأة ارتفاع التضخم بعد التعويم؟ ومتى يعني هذا التعويم الذي نتحدث عنه، متى يتوقعه الشعب؟ هل سيكون قبل الانتخابات، بعد الانتخابات، في الربع الأول، في النصف الأول؟ أنا عايز أعلق بس بسرعة على اللي قاله الزميل. التحسن في ميزان المدفوعات ليس ما جاش عن طريق ان احنا بقينا نصدر اكتر من الاول، ده جاء نتيجة خنق السوق وتقليل الاستيراد وتوقف المصانع، جزء كبير جدا من المصانع عن الانتاج وما يصاحب ذلك من بطالة، فليس تحسن ميزان المدفوعات في حد ذاته هو هدف. المهم ان انا ازود صادراتي. بنفس الإجابة أقول له أنه التعويم يجب ألا يكون سعر الصرف هو سعر مستهدف، يعني ما يجبش أن أنا أعمل تعويم وإلا هعوم هيبقى ب40 ويبقى في السوق ب50 ويبقى في الخليج ب60 ونوصل زي لبنان ونوصل زي الدول الأخرى اللي عومت دون إصلاح جذري وحقيقي وإعادة هيكلة للاقتصاد المصري. التعويم وحده لا يكفي، إعادة هيكلة كاملة للاقتصاد وتعويم مضار. برأيك أستاذ هاني، ما هو السعر العادل للجنيه مقابل الدولار؟ السعر العادل ده سعر الطلب والعرض. في سعر عادل نظري theoretical، وهو سل اللي هو الباريتي، البي بي بي أو البرتشيزنج باور باريتي، ده سعر نظري وهو 26 جنيه تقريبا أو 27 جنيه. إنما السعر الواقعي هو سعر اللي ناتج عن العرض والطلب، والسعر ده هيظل يزيد طول ما الطلب أكبر من العرض بكتير، بالذات في ضوء عدم إعادة جدولة المديونية اللي علينا اللي بتقدر بعجز بحوالي 20 إلى 25 مليار دولار سنويا في الثلاث أربع سنين اللي جايين. في ضوء ما تحدث عنه السيد هاني رافائيل، خفض التصنيفات الائتمانية لمصر مستمر، الإجراءات السريعة التي تسهم نوعا ما في بوادر لتحسن أو عدم تدهور الأوضاع الاقتصادية يبدو أنها تتأخر نوعا ما. في هذه الحالة ما هو الحل أمام الحكومة المصرية، وبرأيك أيضا ما هو السعر العادل للجنيه مقابل الدولار؟ يصعب أن نحسب القيمة العادلة أو السعر العادل للجنيه مقابل الدولار، فالسعر الرسمي الآن بعيد جدا، أقل بكثير مما يتم في السوق السوداء. بالنسبة لمنظورنا، من وجهة نظرنا طبعا موضوع الدين وموضوع إطالة آجال الاستحقاق، أعتقد بأنها
إحدى الإمكانيات، والحكومة حصلت على حوالي 30 مليار من دول مجلس التعاون الخليجي هذه السنة كديون. وأيضا موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أمر سيتم في ديسمبر، ويعملون معا مع صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة الحكومة المصرية على أن تضع الإصلاحات الهيكلية التي نتحدث عنها. طب أستاذ هاني، كمان سأسألكم هذا السؤال، إذا أردنا، يعني في تقرير من EFG-Hermes يقول بأن مصر بحاجة إلى 10 مليارات دولار ويمكن أن تحل مشكلتها لفترة طويلة، أستاذ هاني برأيك ما هو الرقم الذهبي من العملة الأجنبية الذي يحتاج إليه الاقتصاد المصري؟ يعني حضرتك تحدثت عن مد مستحقات الديون، جذب الاستثمارات، انسحاب الدولة من المنافسة من القطاع الخاص، ولكن إذا أردنا أن نضع رقما ذهبيا بالعملة الأجنبية لحل مشاكل الاقتصاد المصري، ما هو هذا الرقم؟ إذا لم يتم إعادة هيكلة، يعني اسمها structural reform، إعادة هيكلة للاقتصاد المصري بالكامل، فأنت مال قارون لا يكفي. 20-30 مليار دولار سنويا على الأقل إلى ما لا نهاية، إلى أن يتم علاج العجز ومسبباته. لا يمكن تمشي في نفس الطريق وتصلي إلى نتائج مختلفة. رافائيل، هل هناك رقم ذهبي برأيك؟ ليس لدي أي رقم ذهبي. أنا أتفق مع ضيفك، الأمر الأهم هو الإصلاح الهيكلي وليس مقدار الدولار المطلوب. فما من مقدار من الدولارات يمكن أن يجعل الاقتصاد أكثر كفاءة، أكثر توجها نحو التصدير. أضيف بأن موضوع تعويم العملة هو خطوة مهمة في إرغام الاقتصاد ليصبح أكثر تنافسياً وتخفيض الطلب الداخلي وزيادة الصادرات، ولكن ليس هنالك من مقدار من الدولارات الأمريكية يمكن أن تحل كل هذه النقاط للاقتصاد. طيب سيد هاني، هل القرارات المتأخرة أسوأ من القرارات السيئة في هذه المرحلة بالنسبة للاقتصاد المصري؟ ليس دائما أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. إحنا تأخرنا جدا، بحيث أن أصبح دلوقتي كل يوم العلاج بقى أصعب وتكلفته أعلى، وبالتالي ما فيش رفاهية أن إحنا نأتي متأخرين. إحنا حاليا متأخرين، فيجب أن نبدأ وفورا في مد أجال الديون علشان نزيل الضغط اللي على التحولات المصريين في الخارج، تقريبا تكاد تكون صفر نتيجة فرق في سعر السوق عن سعر البنك. نعم. وبالتالي يجب أن محافظ البنك المركزي يبقى مستريح، وتبتدي تاني موارد مصر الدولارية ترجع تاني زي الأول. احنا طول عمرنا كان عندنا البالانس اوف بيمنت متوازن ومتعادل. نعم. ما تلخبطش غير لما الأولويات بتاعتنا في الإنفاق اتغيرت، نرجع تاني نرجع زي زمان ونستنسخ الفترة اللي هي من 2000 ل 2010 بكل مكوناتها، هتلاقي الميزان المدفوعات اتعدل والدنيا مشيت بطريقه سليمه. هاني توفيق، رئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصريه والعربيه سابق، ورافائيل برتوني، رئيس اسواق الدين ومدير محافظ اول في شكرا في انفستمنت كوربوريشن، شكرا جزيلا لكما. سلسلة منخفض التصنيفات الائتمانية لحقت بديون مصر منذ بداية العام عندما قامت موديز للمرة الأولى قبل 10 أعوام بتلك الخطوة، ليلحق بها وكالات التصنيف الائتماني S&P Global وفيتش في اتباع نفس النهج. نلقي نظرة على الجدول الزمني لتلك التخفيضات.